مش عايز انا طبعا اسبق الاحداث، لكن اي نتائج غير ايجابيه بالنسبه للفرقتين الاهلي والزمالك هل ممكن تؤثر على تواجد المديرين الفنيين؟ يعني كارتون لسه جاي، مع يعني ما تعرفش بقى ايه اللي ممكن يحصل، لان الاهداف خلاص كده انت ما عندكش غير دوري. لكن مثلا موسيماني من وجهه نظرك نتيجه غير ايجابيه ممكن طبعا يحصل هتختلف من كارترون لموسيماني. من كارترون يمكن اتعرض عليه حسب ما سمعت ان هو يمسك بعد مباراه الترجي، واصر او غامر يعني، فما فيش اي مشاكل. هو يعني حتى لو خسر لا قدر الله مش هتاثر عليه. لكن الوضع يختلف عند موسيماني. يمكن النادي الاهلي طبعا بيحب موضوع الاستقرار ويبقى عنده المدرب ده مشروع، وكان جايب اصلا موسيماني عشان كده. ولكن التذبذب للفتره الاخيره خلى في حاله عدم رضا على موسيماني. في حاله خروج النادي الاهلي من البطوله اللي هي نتيجه طبعا لو لا قدر الله تعثر بكره او في بقيه مباريات المجموعه، طبعا اكيد هيبقى في اعاده نظر. ما اعتقدش من اداره النادي الاهلي دايما بتمشي، يعني هي مش انفعاليه، يعني مش مثلا خسر مشي ده لاسارتي خسر 5 من صن داونز ومشيش وكمل ومشي في نهايه الموسم بعد الدوري. خسر اعتقد مشي بعد هزيمه الاهلي من بيراميدز في الكاس. يعني كان خلاص بقى الموسم خلص، هو مش انفعالي شويه النادي الاهلي. لكن هي بدون شك هتاثر على موسيماني اللي هو في الفتره الاخيره في تذبذب في علاقته حتى بجمهور النادي الاهلي، ان هو مش راضي خالص عن التشكيلات، وبدا يتاثر هو بالقصه دي وبدا يسمع الكلام ده هو شخصيا. بدا يبين عليه جدا، بدا يتاثر، فما بقاش المشروع. يعني هو كان 8 سنين مع سان داونز، لما جه للنادي الاهلي يمكن اول قعده مع اللعيبه قال لهم انا مش جاي موسم ولا نص موسم، انا جاي هنطول كتير مع بعض. فده ما بقاش في حالة رضا على موسيماني الفترة الأخيرة. أعتقد هتأثر عليه مش نتيجة بكرة، لا نتيجة البطولة نفسها، المجموعة نفسها. لو لا قدر النادي الأهلي ما تأهلش، أعتقد يبقى في إعادة نظر على موسيماني. ممكن يلعب حد بكرة جديد من وجهة نظرك في موسيماني؟ مش جديد، هو أعتقد ممكن يريح الشحات شوية وممكن يريح بواليا، يعني تشكيلات مش هتختلف كتير. لكن اللي شريف ويبقى طاهر مكان حسين بالظبط، لأن وممكن صلاح محسن في وقت من الأوقات، لأن دول ما خذلهوش. يعني أنا دايما مع اللي ما بيخذلنيش، اللي خذلني خلاص بريحه. تمام، أعتقد عندك تعليق على جزئية كارترون وموسيماني في الجزئية دي لو لا قدر الله النتيجة غير إيجابية؟ أنا شايف إن موسيماني هيعاني كثيرا جدا، لأن هو مهزوز في الفترة الأخيرة، حتى نتائجه حتى البطولات اللي حصدها وجهة نظري كانت مغامرة كبيرة جدا من الكابتن محمود الخطيب، اللي هو تقريبا الوحيد اللي بيدافع عن موسيماني في منظومة مجلس إدارة النادي الأهلي. كانت مخاطرة كبيرة انه يتعاقد معاه، ولكن الدنيا مشيت معاه. حتى لما فاز توج بدوري أبطال إفريقيا كان كل الحظوظ لنادي الزمالك، وكان هو الأجهز يعني او الاكثر توقعات بتصب في مصلحته انه يحصد اللقب بحكم اللعيبه، بحكم القماشه اللي موجوده، حتى رغم الغيابات الكتيره اللي غابت نادي الزمالك. انما بعد تقدم النادي الاهلي في المباراه عاد مره اخرى بهدف شيكابالا، ولولا كره أفشاء انه الزمالك كان قريب. فبالتالي حتى المكسب ده مش مدي اريحيه لجمهور النادي الاهلي. نفس الكلام حصل في نهائي كاس مصر، انت في نهائي كاس مصر طلع الجيش بركلات الجزاء، انت ما كسبتش بنتيجه ولا بسكور. رحت برضو المونديال الامور مع الدحيل مشيت، مع بايرن ميونخ تعرض لاداء وضع طبيعي ممكن اي فريق يتعرض له، عشان ما نبقاش برضه يعني بنزيد على حد. انما في بالمراس انت كسبت في النهايه الميداليه بركلات جزاء برضه. فبالتالي النهارده قدامك محك في بطوله افريقيا، شايف ان دي ممكن تبقى القشه التي تقسم ظهر موسيماني في النادي الاهلي، لانه هيبقى الغطاء اللي بي يعني متغطي بيه هيتكشف. فبالتالي النهارده موسيماني عنده اشكاليه كبيره جدا. اتوقع انه لا قدر الله لو في نتيجه سلبيه انه هيدفع ثمنها غالي. على الناحيه الثانيه كارترون جاي هو الخيار الافضل في حاله اتخاذ قرار برحيل باتشيكو، لانه عارف الفريق محقق نجاحات معاه، 2 سوبر، السوبر الافريقي على حساب الترجي والسوبر المصري على حساب النادي الاهلي، كسب النادي الاهلي في الدوري، كان متاهل اقصى الرجاء من دوري الابطال، فبالتالي متاهل مع الرجاء نصف سوري مع الزمالك في نصف النهائي، غادر. فبالتالي كان في رغبه حساسه بتغيير باتشيكو جوه نادي الزمالك. فكارترون يبقى زي ما قال محسن لبلوم انه هو الخيار الافضل، عنده المعنويات مرتفعه، كعبه عالي على الترجي. ما فيش مشكله، هو مجلس اداره هيكمل، ما صعب انك على قدر الله. وفي هو فكره موسيماني فعلا الامور بالنسبه للعلاقه حتى ما بين الجمهور لو حصل حاجه طبعا هتزداد، يعني مش هتبقى حلوه فيها شوائب. حتى انت بتاخد 3 بطولات ممكن اي حد يجي يمسك النادي الاهلي بتاريخه بقدراته بامكانياته يقدر ياخد الثلاث بطولات، خاصه انه انت بتتكلم عن فوز على الوداد. الوداد كان يعني اوت خالص في بس احنا مش عايزين نقلل برضه فريق الوداد زي ما الزمالك فاز على الرجاء. الزمالك كسب سوري الاهلي كسب الوداد رايح جاي، الزمالك كسب الرجاء رايح جاي. انا قصدي يبقى الرجاء فريق قوي جدا، الزمالك استطاع، يبقى الوداد فريق
قوي النادي الاهلي صار، بس كان المحك فيما بعد يعني فيما بعد. هو كان عشان بس نبقى احنا يعني واضحين وصراحه يعني. ان كانت البدايه بالنسبه للمسلمين انت تشوفه بقى بشكل طبيعي اكتر صح. او يعني زي ما بقول كل الفترة اللي فاتت بتاعت السنة فاتت كان فايلر هو اللي يعني ايه جهزها بالظبط. في بعض المباريات هو ابتدى يشتغل فيها واخد البطولات من خلال طبعا تواجده في الفترة الأخيرة، لكن الناس كانت منتظرة ان بداية الموسم بقى سواء في بطولة افريقيا او في الدوري الامور تمشي بالشكل اللي انت عايزه بقى تشوف بقى موسيماني الحقيقي في الفترة دي. لكن النادي الاهلي حتى الان لسه متواجد في الدوري بالشكل متواجد وحظوظه كبير على عنده بطولات مؤجلة هو بس بطولة افريقيا، وانا بقول ان الماتش لا قدر الله حصل حاجة هيبقى فيه علاقة غير جيدة مع الجمهور والإدارة زي ما قال. لا أتوقع أنه يحصل لو لا قدر الله يعني فيه تعثر للنادي الأهلي في المباراة، لا أتوقع أنه يتم إقالة لا مش هيحصل كده. لا مع اختلافي مع محسن لملوم أن إدارة الأهلي من 2014 في عهد المهندس محمود طاهر وحتى في عهد الكابتن محمود الخطيب ثقافة أنه احنا نصبر على المدرب لابد تغيرت تماما، بدليل لو أنت حصرت كم المدراء الفنيين اللي تعاقبوا على النادي الاهلي في هذه الفتره تحديدا هتلاقي عدد كبير جدا بعكس فترات سابقه جدا في عهد المهندس. مين اتغير يا استاذ محمود؟ ده انت فتحي مبروك مسك والكابتن محمد يوسف مسك وبسيرو مسك وتبقى فتره انتقاليه وموسيماني مسك، لو قعدت تعدد مدراء فنيين هتلاقي مثلا في الفتره دي 10 في الفترات ما قبل 2014 هتلاقي ممكن مانويل جوزيه بيقعد فتره طويله جدا لما بيتغير بيدخل واحد يعني قصدي الكام الكابتن فتحي مبروك ده بيبقى يعني انا قصدي جيبه كان حد كان الكابتن حسام البدري ومشي فمش عارف مين جه الكابتن زيزو مسك الكابتن محمد يوسف مسك بسيرو مارتينيول هتلاقي الاسامي هتلاقي في الفتره دي محسن كتير جدا توالد واخره موسيمان وقبلهم فايلر وقبلهم زي ما قلت انت بسير والراجل الارجواني كان لاسارتي هتلاقي اسماء كتيره جدا ذكرت طيب يعني. احنا